واحدة ومنو الحدد الزمان نعيش حياتنا زي ما نريد والفارقنا هو الخسران منو قال الفرص واحدة نحب مرة ونحب اثنين ثلاثة وخمسة لو عايزين والباع ريدنا ما فارقنا ودعوا نحن مبتسمين منو قال الفرص واحدة وزعل الباعنا ما مهم مصلو والراهن علينا حبيب ميزان الكرامة عدل بيرجع بيك تاني غريب منو قال الفرص واحدة وما تحلم أكون عينيك ولا تترجى سامحك أجيك بخاف من زعلي لو طالك حق العشر يسهر فيك منو قال الفرص واحدة ومنو الحدد الزمان نعيش حياتنا زي ما نريد والفارقنا هو الخفران والفارقنا هو الخفران. يا سلام. باسمكم جميعا وباسم كل مشاهدي قناة الشروق نرحب بضيفتنا لهذه المساحة شعرة زوبة طاشيمة. حبيك حبابي عشرة منورانا في ظلال الأصيل واقتدرنا افتتاح فيه كثير من الأمل من قال فرص واحدة فرص كثيرة. خلينا نبدأ من فرصة ربما يعني تكون محتاجة لاقتناص. سطع فترك نجمك في الفترة الأخيرة يا زوبة لكن من متين في فكرة في البدء أول حاجة نحيي كل المتابعين ونترحم على شاعر كبير صلاح حسن سعيد ولأسرته باسم قبيلة كل الشعراء نترحم عليهم من هنا. والبداية دي طبعا أي شاعر بدايته بتختلف عن الثاني. أنا في الأول ما كان بميل مثلا للكتابة وبس لأنه أنا بحب غنى الدلوكة كثير قلتها. كنت بتغني؟ بغني. أها. بغني في مناسباتنا، بغني في الدورات المدرسية، ويعني دائما بلقى روحي مثلا أكثر أغنية كانت مؤثرة فيني شديد العصر مروره. كنت دائما بضيف لها كوبليهات وبلقى روحي إن أنا قاعدة أغنيها. أول نص كتبته هو نص ناضج جدا لزول عمره صغير. النص ده ترجمته لي زولة جنوبية، والله أنا بتمنى إنه الصدفة أو كلامي دي يصلها أو أنا ألاقيها. هي ترجمته لي باللغة حقتهم، هي شلكاوية بالرطانة حقتهم ترجمته لي. وعفوا لكن أحبه نص ما عنده علاقة بأنه هي بيت بتقرأ في أولى ثانوي، ما عنده علاقة بالحب ولا عنده علاقة بزولة قاعد تحب زولة همها كله تاكل فطورة وتخش الحصة. فكان ده أول نص أنا أكتبه، هو جدي وسليم أنا ممكن أقول عليه لأنه مكتمل فيه كل حاجة مكتملة. ما نسيت فكرة الغنى، كان نفسي ان انا لسه ما زال حي. لا ما داير اغني، انا استمتعت جدا بالناس اللي غنوا لي. الفنانين الكلمات ملحنه ولا تديهم كلمات بس؟ كلمات ولحن. اها، بتتعامل مع الفنان بتديه كلمات ولحن. اللي سمعناه قبل شويه دي من قال فرص واحده كلماتك والحانك؟ كلماتي والحاني، اتغنى بها حماده بشير وله التحيه من هنا ولاي زول غنى لي زوبط عاشين له التحيه من هنا. برضه نضال قلعه واحده من الناس اللي غنت لك مش كده؟ استاذه نضال قلعه غنت لي اكثر من 5 اعمال. خلاص احنا حنسمع في المساحه القادمه فنانه نضى القلعه في عمل لحني بنهديه لكل المشاهدين ولجمهور نضى القلعه. شدوا الحمى واصل خيل، شدوا الحمى واصل خيل، شدوا الحمى واصل خيل وفوقهم شكري صاح ودمى. هاي بخر بابي تحم درما وبقيتلو قول شكر. فوق الدار هضل ملان وديسا زي سبيب الخير، فوق الدار هضل ملان وديسا زي سبيب الخير. إذا لانك طوفي نصاد وجيدا من وين يدري.
أبيض وصف الله سماح وزاد غنت أمنا نم وبيض وصف الله سماح وزاد أخوك يا ميد عشان بيتات أخوك يا ميد أخوك يا ميد عشان بيتات أخوك يا ميد أخوك في حضرة الشاعرة زوبة عاشين. زوبة قلتي قبل الفاصل تعاملتي مع الأستاذ نادر القلعة بعدد 5 أغنيات كده، نشوف عدد أسماء الأغنيات اللي تعاملتي فيها مع ندى، ممكن اشتهرت لك واحدة أخيرة برضو نذكرها. آخر أغنية هي ضربة جلة، هي ما آخر أغنية لكن نقول الأغاني اللي تغنت ضربة جلة ليك بزغرد يا نسيبتي انا ليك بنيل. العمل ده انا بهديه لاي ام لاي اسمه شنو؟ يا نسيبتي انا ليك بنيا. العمل ده تحديدا انا قاصده افصل بيه والخلاف ما بين مرة الولد والنسيبه اللي هو اللي بيخلق المحبه روح المحبه اني ونسيبتك دي هي امك. هي الام دي ما في زول بحل محلها لكن هي ممكن انت تعامليها زي امك. يمكن تحديدا في اعمال لسه ما اتنفذت لكن هي حتتنفذ قريب ان شاء الله. نحن نقول حاليا 5. طيب انا بس دار اجيب في النقطه بتاعت يعني سيبتيني عليك بنيه ده، وانت قلتي دار تعال جيبيه القضيه الشائعه مساله مره الولد والنسيبه وكده، هل انت قاعد تكتبي قصايد عشان تعال جيبيها قضايا مجتمعيه معينه، ولا المساله بتاعت النص الشعري بيجي وبعد ذاك يخدم ياتو قضيه ولا يكون ياتو تعبير ما مهم بالنسبه لك؟ حقيقة أنا بشوف إنه لازم نحن كناس مؤثرة ك
كناس عندنا معجبين، كناس عندنا صفحات كبيرة الناس متابعاها، إحنا مفترض لازم نخلق جو سلمي بين الناس، يعني بين يعني أنا ما بلوم مرة الولد بس ولا بلوم النسيبة بس، لكن هو الحاجة دي حاصلة، يعني ما نقدر ننكرها إنه في خلافات ما بين مرة الولد ما بين النسيبة. فأنا خلقت الجو السلمي الحلو ده عشان نحن نقلب كل نسيبة تحب مرة ولدها، ومرة الولد تخلق الجو الحلو لنسيبتها. في قضايا تانية عالجتيها عبر الكلمات والشعر وكذا؟ أنا دائما بحفز الراجل السوداني، بحب أشكر الراجل السوداني. في ليك بزغرد بذكر شهامة الراجل السوداني، السودانية قليب حار، بتتكلم عن بسالة الراجل السوداني. الأغنية دي هي ما إنه تستمع في السودان بس، تستمع برا السودان، ونفتخر إنه نحن دير رجعنا كده. يعني أنا عموما دائما بميل لعاداتنا اللي بتشبهنا، عاداتنا بتاعتهن اللي هي ممكن نقول هي ما اندثرت، لكن إحنا بدينا نطور فيها بطريقتنا إحنا كشباب. طيب شكر لنا الناس اللي بيسمعونا وبيشوفونا ديل، وشكر لنا بالمرة فريق العمل معانا. والله يا أخي تسلموا. أول حاجة أنا جيت داخلك بيلك قلت لهم أنتوا الناس الخلف الكواليس ديل، هم ديل والله يا جماعة الناس المبدعين، الناس اللي قاعدين تطلعونا بالصورة الجميلة، الناس اللي قاعدين يحكسوا لكم أي حاجة حلوة في الاستديو، ولا المذيع ولا مقدم البرامج. كويس، التحية لهم. طلعنا نحن أي كلام حقيقة والله. نهديهم شنو من كلمات الحماس والشجاعة؟ طيب احنا نقرا نص. اول حاجه تحيه كبيره جدا، تحيه محبه واحترام للاستاذه الجميله سميره دنيا. انا حاقرا حاجه هي بتتكلم عن الناس اللي تغيرت. اي زول بيسال بيقول لك والله صاحبي ده يتغير، القروش غيرت الناس، المناصب غيرت الناس، المحبه غيرت الناس. فانا المحبه بس بتغير الناس الافضل، مش كده؟ المحبه ذات المحبه بتتولد لكراهيه. لما ما القى الحاجه شوف اي حاجه عندها مردود. فأنا بقول ليه بس بتغيروا لما نحس طعم الأمان، ما بيفضل الحال دي زمان، ودونا أصعب امتحان ونتيجتهم يتغيروا. ليه بس بتغيروا بعد الولي فعاد السكون، وغدارنا في الآخر ديون، الدايرو سيد الريد بيكون لكن ما تغيروا بيتغيروا. خذلونا عاد من غير سبب، لا حشمة لا ذوق لا أدب، اتحاشوا نظراتنا بسبب قاضين علينا تغيروا. وليه بس بيتغيروا، ما عندهم حق للرجوع، وما بيمسحوا الشين بالدموع، عهدا قطعتوا مع الركوع، ما بو في ناس يتغيروا. وليه بس بيتغيروا، استعجلوا هدموا الجبال، العشرة والحب النبيل، البيننا أصبح مستحيل لو النجوم يتكوروا. وليه بس تتغير، وليه بتتغيروا مننا؟ أول زول المفروض يسأل السؤال ده أنت. يعني الشاعر بيقولوا لسان حال قبيلته لسان حال مجتمعه، فأنت بتستوحي شكل المفردات من وين؟ يعني ليه بتختاري مثلا تكتبي في قضية معينة وتخلي قضية تانية؟ ليه بتتكلمي عن موضوع معين وتخلي موضوع معين؟ أو مثلا ليه الأولوية عندك للموضوع الفلاني وتخلي الموضوع التاني؟ يعني هل الحاجة دي بتكون بناء على تقييمك الشخصي، يعني حالتك الشعورية المارة بيها، ولا بناء على ما يرشح في مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني بشوفي مثلا حاجة تريند شنو، ولا بناء على قضية أنت خدتها وعايزة تعالجيها؟ كيف بتختاري الأولوية بتاعت الموضوع اللي حابة تكتبي عنه؟ يعني اول حاجه الموقف هو اللي بيلهمك انك تكتب الحاجه دي. موقف بالنسبه لك ولا موقف ما الا لي؟ احنا طبعا والله يا جماعه دار برئ نفسي، احنا الشعراء ديل قاعدين يتهمونا انه الحاجات دي قاعدين نعيشها، ما كلها قاعدين نعيشها. يمكن انا في نصوص بسيطه، انا زي كبكب لك بزغرد دي، انا قلت الحاجه دي قبل كده. انا عندي اخوي بحب يمشي الجلد في اي مناسبه، يعني الوحيد اللي في اخواني بحب الجلد، اصغر واحد فيهم بحب الجلد. أمي طبعا ما قبلانا حتة إنه مثلا لما يضربوا زول في هنا بتقول لك لا، يعني الحاجة دي ما حلوة. فأنا قاعدة كده قمت قلت له في الجبين مكتوب رجالته، باينة ذكرنته وحرارته، قلبي ما داير له سبة، وإنت للخرمان سيجارته، هنا تعدل النص بقى إنت للعدمان وسادته. فالموقف ده ألهمني خلاني كتبت كبكب ليك بدغري. هل الكتابة بتاعت الشعر، الشعر هو في النهاية حالة شعورية بيمر بها الشعر، سواء كان بناء على
يعني انفعال لحظي واخذ معه الحاله الشعوريه ومشى كتبها بعدين. هل ممكن تكون تجارب اصدقاء مثلا او تجارب ناس او تجارب شاعر؟ نحن ما ننكر في ناس تجاربهم يعني حاصله ليهم هم. انت قبل شويه نكرت الموضوع لا ما نحن عشان يعني ما يحاكموا بال لا لا ما كده يعني بقصايدك مش لا لا انا في حاجات ايوه بتمثلني في نصوص بتمثلني وفي نصوص ما بتمثلني بتمثل غيري. انا 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 في نص هي زولة بترد علي على زولة اللي اختارها وغير منها وجاها راجع تاني. هي بتقول له نفسي كان ذي اللي بحبه ويفتن نبكي وحيث لحظة فراقك. يعني انت ما فرق معي فراقك. هي رغم انه هي متجرسة لكن انا شفت الكلام ده في عيونها فترجمته لنص. يعني هي بتقول له انا قادرة واصل حياتي عادي. يعني سبحان الله للحظة حسيت انه الحاجة دي حاصلة لي انا. فكتبت نص اجي ذول لما نقرأ ممكن نقول الحاجة دي حاصلة لزبط عشان وهي ما عندي بيو علاقة. يعني انت لما تحس الحاجة بتبدع فيها. انا واحدة من الناس ما اكتب نص الا اكون انا حاسة وما بالضرورة يكون حاصل لي انا. طيب من وين بيجي الصدق الموجود في مفردات الشاعر اللي بيكتبه؟ الصدق لازم يكون في المفردة اللي بيصيغها الشاعر عشان المفردة تعيش، وإلا بتبقى كلمات بيسموها النقاد الفنيين سريعة الذوبان. يعني الأغنية أو القصيدة يكون زمنها سنة سنتين موجودة في الترند وبعدها بتنتهي. عشان القصيدة يكون عندها ديمومة تستمر أطول فترة ممكن لازم تكون مشحونة بالصدق في المشاعر اللي موجودة فيها. فإذا كان أنت ما بتكتبي عن تجربة شخصية، ربما مشاهدات، ربما تجارب أصدقاء أو كده، فمن وين بيجي الصدق في المفردات؟ لما تسمع النص، لما تسمع دندنته انت حتعيش معه وحتحس انه بيشبهك. منول قال الفرص واحده دي انا اي زول بيسمعها بحس انه انا كانه كاتبها له، او اي زول بقول لك الاغنيه دي قاعد تمثلني. ما هي لكن يا زوبه يعني معلش المقاطعه، قيمه الاغنيه ذاتها كلها الزول بيسمع الاغنيه ليش؟ بيسمعها عشان بيحس انها بتعبر عنه، بتشبهك. او اول ما الشاعر كتب الاغنيه وخلاص اتغنت، اي زول بيسمعها بحالته الشعوريه هو. صح. يعني انا بسمع الاغنيه دي على اساس انها مكتوبه لي انا، فبيبقى عشان انا احس ان الاغنيه دي مكتوبه لي لازم تكون صادقه في كلمات وصادقه في مشاعر. هنا ما انت لو ما حسيتها هبشتك انت وهبشت ده وهبشت ده معناته الاغنيه دي ما صادقه. الصدق بيجي من انك انت بتلامس وجدان اي دول يسمع الاغنيه دي. ما انا قاصد الصدق اللي انت بتخطيه في الكلمات اللي بتكتبيها. هل انت بتخافي من المحاكمه باغنياتك؟ يعني يجوا بعد فتره من الفترات يقول لك والله انت كتبتي الحاجه دي يحاكموك بكلماتك اللي بتكتبيها؟ ابدا. انا واحده من الناس عنده اغنيه وسط قدام الناس بقول الشيوخ جلسوا الاغنيه دي انا عشان اكتبها كنت قاعده في بيت زار 3 يوم عشان اكتب الحاجه اللي فيها. انا عمري ما اخجل من حاجه انا كتبتها. انا عندي نص قبل كده في زول ناغضني فيه. طيب انا حاقرا لكم. طيب اقري لين. بيقول عينين بصيبا وقتي عين بجاح وحسود وعينين في الغرام يتخطوا 1000 حدود يا عاشق الفؤاد عطرك اصالته عنود وعاشق الخمره ما بيبدي المزاج العود. هنا النغاد قاموا قالوا لي ليه تسردي حته الخمره دي؟ قلت لهم وتضردي زمان. قال ليها ما قالت بقيت حبوبة تركت بوخت المحبوبة. إذا والدردي كتب كده بيمنع إنه نحن نقول كلام زي ده شنو؟ أنا ما قلت حاجة عيب ولا قلت حاجة حرام، قلت حاجة موجودة في موروثاتنا. هو شوف أنا تلبست إحساس الراجل اللي بيتكلم عن محبوبته. قال ليها يا مالك الفؤاد عطرك أصالته عنود وعشق الخمرة ما بيبدي المزاج العود. طيب أنت واصلي وأنا عندي مدخل في الحتة دي تحديداً على كتابات والضردي وعلى مسألة تغمسك لإحساس الرجل عشان تكتب بيه. نسمع نص كامل وبعدك نعلم اختفينا. أيوة. أنا في ست البيت ما قالت بقيت حبوبة وتركت بوختها المحبوبة. جاء بعدها يعني في سعد الدين إبراهيم ربنا يرحمه في العزيزة سلمينا عليه ضفايرك موجة موجة وكلميها لحدي والله أحضانك بلد يا حلوة ما تنسينا فيها. فلجنة النصوص يقال إنه رفضت النص في وقتها. فبيبقى أي زمن عنده مفردته المعينة المفروض تنطق فيه. فكونه الضردي كتب المفردة زي بوختها المحبوبة في الوقت ذاك يمكن المجتمع كان الشائع فيه. فكيف برضو انت زوبه تقدري توظفي المفردات السائده في المجتمع وفي نفس الوقت بقى عليك دورين يعني كشاعره؟
دي مسألة صعبة جدا. الدور الأول دور إنك تعبري عن المجتمع عشان يجي زول يقدر يسمعك ويسمع كلماتك وغناك، صحيح؟ الدور الثاني إنك ترتقي بذوق المجتمع، اعتبار إنه الشاعر من النخبة ومن المثقفين، برضو ما تياريهم في مفرداتهم. في حين كم نلعب على نحن، أنت ممكن أستي الليلة أنا أجي أنتقد زول أقول له، ما بقول له يا أخي والله بدلتك دي ما حلوة، أنت عارف لو لبست الحاجة دي وجبت معاها كده، الانتقاد لما يكون بصورة جميلة الشخص ذاته حيحبك في طريقة كلامك. أنت تبقى زول شفت زي ما بيقول نحن بلغتنا، نحن تبقى زول بتقدر تهندم المفردة، بتقدر توصل لزول يبقى عندك حنكة بتقدر توصل بها المفردة. أنا ما لقيت زول انتقدني غير ناس بسيطين في الحتة دي، كويس؟ طيب إحنا أنا بس يعني التقطت حاجة هسي بخرة كده اداني لها مخرجنا مهدي نوري، المربوعة بتاعت الرجل دي فيها عليها مطالب جماهيرية، فقولي علينا. فأقول عينين بصيباً وقتي عين بجاح وحسود، وعينين في الغرام اتخطوا ألف حدود، يا عاشق الفؤاد عطرك أصالت عنود، وعاشق الخمر ما بيبدي المزاج العود، واتنين في الغرام ما تكوس لهن أبرار، واتنين في العشق ما بيحملن أعذار، الاهتمام والغيرة يا هين كملت المشوار، والداير يعيش مبسوط ما يبحت الأسرار، واتنين خلهم كان جار عليك زمان، واتنين في الحديث ما بجالسهم ذكران، بقلب رهيف بالضغينة ملان، والصاحب اللي بخش بيتك وعينه على النسوان، والصاحب اللي بخش بيتك وعينه على النسوان، وداك عبزول ده ما تدخلوا بيتكم. يلا المربوعة دي أنا هنا، أنا دائما حريصة جدا أكتب المربوعة، هي ككبسولة، كبسولة بتاع التوعية. أسا لو لاحظت للمربوعة القريتة دي فتفاصيل كثيرة يعني أنت تخلي بالك ليها. طيب هل أنت عندك الشعر اللي عنده علاقة بالقضايا وبيعالج قضايا معينة بتكتبيه في نمط شعري معين؟ يعني مثلا الشعر اللي بيناقش قضايا مجتمعية يتكتب على شكل مربوعات، وشعر الحماس يتكتب على نمط الشعر الحديث المقفى، والشعر العاطفي يتكتب على نطاق ومنظومة الشعر الحديث المعروف الموزون بالقافية زي الفرص واحدة، عندك لأي نمط غنائي شكلي معين للقصيدة، ولا هي بتتكتب وزي ما تنتج؟ تحكم فيها الحاجة الربانية، الحاجة دي بدك لها ربنا، انت ما بتقول انا داير اعمل شنو. انا والله مرات في حياتي لما نجي اقعد فيها بقول دي كتبتها كيف، يعني انا ليك بزغر دي شنو ده، دي شنو ده يا بدراعا بخناجر والخنايت ما بيهاجروا، دي شنو الكلام ده انا جبته من وين قلت كيف. فالحاجة دي يعني الحمد لله على جمال الحاجة اللي اداني لها ربنا دي، انا بحمد ربي عليها. يعني بتستغرب مثلا في والله بستغرب الاحساس الموجود في الكلام، والله بستغرب يعني مرات في حياتي كده بقول لك قمة الابداع انك لما تقرا نص حقك تحس انه ما حقك. يعني انت جيتي وقفتي على كلمات وانت كتبتيها حسيتي انت كثير ما كتبتيها انت كثير، بجي بعاين بقول يا اخي انا يا ربي دي كتبتها كيف، ودي كانت عاملة كيف. عندي نص برضو بيتكلم عن الخدود المشلخة، ده كتبته في حبوبتي. برضو لما جيت قعدت قلت أنا خلاني أكتب الفكرة دي يمكن محبتي لحبوبتي، معقولة في ذول بيحب حبوبته أكتر من أمه شديد؟ أكيد طبعا، بقيت بناغض نفسي كده يعني. ففي النهاية نحن بنستمتع بجمال النص بس ما أكتر من كده. طيب على سيرة جمال النص، دار لنا نص جميل من اختيارك تسمعين اليوم. طيب نقرأ نص للناس المشوكشين، لأنه دائما مرات بيقولوا لنا ديهم نصيبهم بالله، محتاجين مواسوا جبر خاطر. أي والله الناس اللي بتكون مستغربة إنه هي حبت وقعت في الحب، بقول لحاجة غريبة، قلبك يسرق واحد عادي وإنت تشوف العز والهيبة، حاجة غريبة، تدمن صوته تعشق حسه وكل حاجاته هي ذات رهيبة، نبضات قلبه ورحشة إيده وبسمة فاهه هي حاجة غريبة، إني أحبك دون ما استأذن وأطرق بابك وأبقى قريبة، وتفتح بيتك لي بفرحة وتتحسن ما تصيبنا مصيبة، تمسك إيدي تقول لي خشي ست البيت يا أخماكي غريبة، حاجة غريبة، كنت بشوفك إنسان عادي ولا يوم ممكن أفكر أحبك، حاير دواخلي إحساسي تبدل يا هريد البن ما شفتك، خوفي أحصد هواك عشمان وقبلي بدك زرعي وفقدك، حاجة غريبة إني
إني اشتاقك في اليوم 10 وعشرة عليها أنا لو ما شفتك لما تجيني رسالتك بفرح وبشفق لو يتأخر ردك ما مضمون الضل يا فاطمة إلا ضمن تجاور حدك وما مضمون الضل يا فاطمة إلا ضمن تجاور حدك حاجة غريبة غريبة شديد والأغرب يا أزوبة إنكم في أوقات كثيرة الإفرادات دي إنها بتعبر عنكم في المقام الأول يعني لا والله ما ناكرين أنا وتك ما ما بعد أنكر والله لكن في حاجات يعني مثلا الليلة ممكن أكتب عن إحساسي كده أشوفك مثلا تكلمت مع زول انت تتغمص الحاله أيوة الحاله أيوة الشعوريه يعني انا بعرف حاجه معلش يا زوبه خليني اقولها في الكاميرا دي حاجه دي تحديدا للمشاهدين عشان النقطه دي ما تفوتني يقال انه اكذب اعذب الشعر اكذبه ففي ابيات وهي قالت قبل شويه حاجه غريبه بتشتاق في اليوم 10 مرات ومحتاجه زياده بتاعت شوق عشان الشوق يزيد يعني السعد الشيرازي قال في كلماته فلما زارني المحبوب ووقف بالباب قلت من بالباب قال هذا أنا قلت أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا فمر عام فزارني المحبوب فلما وقف بالباب قلت من بالباب قال انظر فليس ثم تمل من بالباب إلا أنت هنا قلت أحسنت تعريف الهوى فادخل يا أنا يعني أنت أنا وأنا أنت فزول قادر يقول يعني للمحبوب انه حاجه واحده انه هو المحبوب حاجه واحده وخدت كل الصدق في المعاني بنجي نلقى الناس اتبنت المفردات يعني اتبنت كلامك ده هذول اتكشر شديد وبعد شوي يجي يقول لك والله ديل ما نحن انكر هما قالوا ان الكلام هو غايته انا ما متاكده منه قالوا حواء لما ادم كان بيفتش عليها هي كان بتفتش لي ليل وصباح هو بنوم وفتش لها بالليل لما يتلاقوا قالت له والله انا ما فتشت عليك ولا يوم وهي ما بتنوم ولا ليل نحن بطبيعتنا قاعدين بننكر لكن كلماتنا ما بتنكر في بعض الاحيان ما بقول كل الاحيان في بعض الاحيان كلماتنا هي ده زوبا بيقودنا لسؤال مهم جدا وهو نمط الشعر المحبب بالنسبه لك يعني تكتبي يا تنوع المحبب هنا البنات هنا البنات في تراثنا اللي بيحكي عاداتنا اللي بيحكي تقاليدنا اللي بيحكي المحبه روح المحبه بين الناس بلقى فيه روحي اكثر من الكلاسيك اكثر من السامبا اكثر من الريجي لانه احنا بنستمتع عموما في اي المناسبات بتلقى الدلوكه حاضره هي مجمله لاي حاجه جميل سمعينا نص اخير طيب اول حاجه تحيه لكل الخدود المشلخه وتحيه محبه كبيره لحبوبتي رغيه بنت المقدم انا كتبت فيها النص ده بقول لها زي النسمه فواحه وحجرا للغبين راحه يسلم عوده ما يحنى امي ضوى شلاخه وممي البريدانا الضحاكة كاملة كيافة والضحاكة كاملة ظرافة والمدقوق خشيمة قيافة يضعم الحديث في فاهة وغلب من النجيد أوصافة وممي البريد أنا قبل نومي حجاية وتوبة فر لغطايا الحكيمة رضاية وممي البريد أنا وممي العزازة هلا هذه نسمة فواحة وحجر للغبين راح يسلم عودة ما إحنا وأمي رغية يضيوه إن شاء الله تحية ليك يا أمي رغية وربنا يخليك لينا وينعمك لينا نعمة كبيرة أنا بحبك شديد شكرا يا غلبني طبعا أنا أكمله حسيت روحي أنا عايزة أبكي أنا من محبتي لأمي رغية ما بقدر أكمل النص حقيقة يعني جميل نحن هنمشي نسمع لحن يا مهدي صورتك الخايف عليها ونحن ما خايفين عليها زوبا يمكن انت كتبت عدد من الالحان المختلفه لكن بس قبل ما نختم معاك انا دار اسال سؤال واحد هو الحاله الكتابيه عندك انت لما تجي تكتب النص بما انك زمان كنت بتغني اول حاجه في الدلوكه ولا بتكتبيه وبعد ذاك بتلحنيه لانه انت قلتي بتدي الفنانين النص ملحن اي ما الا والله في غنى مثلا بيجيني كخاطره مثلا انا بدندن فيه كده يعني مثلا لقيت روحي دندنت ليه بس بتغيروا ليه بس بتغيروا لما نحي الساعة والأوان ما بيفضل الحال زي زمان لما نحي الساعة والأوان ما بيفضل الحال الدون أضعف امتحان نتيجتهم يتغيروا النص ده يعني كده جاهز كده جاهز جميل وبعد ده قمت أثقته تاني ورتبته وخليته جميل نحن والله يسعدنا بيك
ومليت المكان بهجة وفرح الشعرة زوبة طاشين. كتر خيرك نورتينا في ظلال الأصيل. والله وأنا كمان سعيدة بيكم، وتاني وتالت وآخر التحية للجنود الخفية المصورين المخرجين، محباتنا لكم، في أمان الله. شكرا.